السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر وخلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ، مباراة في الدوري الفرنسي في الجولة 32 من الدوري الفرنسي. متابعينا الكرام، لأول مرة زرتوا في القناة اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. باريس سان جيرمان يواجه ستراسبورغ اليوم السبت 10/4/2021 الساعة 5 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان، عذرا مصر وليبيا والسودان فقط توقيت الفيديو، ومصر وليبيا والسودان. المباراة ما عدا الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة ما عدا الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وما عدا الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والمباراة أيضا ميعادها الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 2 ومعلق المباراة جواد بدة، كذلك قناة كانال بلاس الفرنسية، موفي ستار ليجا دي كامبيونيز اتش دي 2 وبي تي سبورتس 3 اتش دي وبين سبورتس كونكت. متابعينا الكرام، زي ما قلنا المباراة في الجولة 32 من الدوري الفرنسي، ملعب المباراة ملعب دو لامينيو الخاص بنادي ستراسبورغ. كان معكم محمد دور الدين من قناه الاخر خلاص، اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.